النهارده طبعا يوم المرأة العالمي، ومهم جدا ان احنا نلقي الضوء على بعض الشخصيات الملهمة في حياتنا وبعض السيدات اللي أثروا جدا في الفن وأثروا كمان في الإنسانية. انا كمان النهارده من خلال موقعي هذا عايزة أهني الست المصرية، لأن انا شايفة الست المصرية من أهم الستات اللي لازم تكرم كل يوم زي ما كان أشرف بيقول، يعني لأن يعني لو قعدنا نتكلم عليها كتير جدا مش هنوفيها حقها. فكل سنة وكل ست مصرية طيبة. النهاردة هنتكلم عن سيدة من النماذج الملهمة جدا في عالم الفن، وهي سيدة المسرح العربي الأستاذة سميحة أيوب. عايز أقول لحضراتكم طبعا هنتكلم طبعا عن الكتاب اللي أصدرته دكتورة نسرين عبد العزيز، وهي مدرسة الإعلام والتلفزيون ومنسق عام مهرجان الشروق الإعلام. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك منورانا. ميرسي لذوق حضرتك. عايز أعرف من حضرتك اختيارك أن يكون كتابك عن سيدة المسرح العربي أستاذ سميحة أيوب. هو في البداية الاختيار كان بيرجع لإدارة المهرجان اللي أنا أوريدي كنت منسق العام بيه. إدارة المهرجان كل سنة بتبدأ بتختار فيجر معين بتشتغل عليه، بيبقى هو باسم الدورة، ودي كانت الدورة الرابعة، فكان طبعا اختيار سيدة المسرح العربي اختيار لا منازع أمامه. طبعا المهرجان تحت رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعد، وإحنا بصراحة عملنا سيرفي مع مجموعة الطلاب النقاد، عملنا يعني شغل كبير جدا، لقينا إن دي هباع من الأعمال الفنية، تراث فني تاريخي طبعا، فكان لازم أقل شيء إن إحنا تبقى الدورة باسم سيدة المسرح العربي. طبعا ده أول إصدار حضرتك ولا؟ لا، أنا ليا إصدارات كتيرة متنوعة سواء في مجال الدراما أو في مجال السياسة. أما في مجال السير الذاتية للمشاهير فكان عندي إصدار للفنان الراحل ممدوح عبد العليم، كان عندي كتاب برضو عن فارس المسرح العربي الفنان محمد صبحي، كان عندي كتاب عن فنان الأرض المصرية الفنان عزت العلايلي، والسنة دي كان سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب. هاي يا فندم، أهم وأبرز التحديات اللي قابلتك ككاتبة لإصدار الكتاب عن طبعا سيدة المسرح العربي السيدة سميحة أيوب؟ لما حضرتك تشتغلي على فنانة قديرة بالشكل ده وليها حجم الأعمال ديت وليها التاريخ ده، لازم تقفي قدام نفسك شوية وتقولي التحدي هتعملي إيه؟ يا ترى الشغل اللي هتعمليه دوت يليق بهذه السيدة ولا لا يليق؟ تمام؟ في الحقيقة كان قدامي تحديات كتيرة جدا، منها أنا كنت عايزة أشتغل على جزء المسرح لأن هي ليها أكتر من 170 عمل مسرحي سواء المسرح العالمي أو المسرح المصري. في الحقيقة المسرحيات ما كانتش كلها متوفرة، خاصة المسرحيات اللي هي المسرح القومي ما كانتش متوفرة بشكل كبير، وأنا لما حبيت أشتغل حبيت أتفرج على المسرحيات بنفسي. طبعا فقدر الإمكان اللي كان موفره مسبيو زمان قدرت من خلاله إن أنا أتفرج على المسرحيات وأحلل وقفتها على خشبة المسرح كانت إزاي، تحيتها للجمهور كانت إزاي، سميحة أيوب قدام الجمهور بتعمل إيه. طب انا محتاجه اعرف كل ده دلوقتي من حضرتك، يعني ما حضرتك حللتي فعلا وقفتها على المسرح لقيتي ايه؟ تحيتها للجمهور، صوتها، لان صوتها برضو يعني من العلامات المميزه جدا للفنانه سميحه ايوب. ده حقيقي. صوت الفنانه سميحه ايوب ما اتغيرش من اول ظهور ليها على المسرح او شاشه التلفزيون او شاشه السينما لحد دلوقتي، مع اختلاف طبعا الفترات الزمنيه. صحيح. صوت قوي رنان، صوت يدخل قلبك على طول، مفيش خطا لغوي، اللغة العربية اللغة جيدة 100%، وهي على خشبة المسرح أنا بحس إن في علاقة غير طبيعية بينها وبين المسرح، هي بتعشق المسرح، فتحسي خشبة المسرح بترحب بيها، بتقف شامخة على خشبة المسرح بتحيي الجمهور تحية رهيبة جدا، تمزج ما بين إنها ملكة فعلا ملكة وسيدة المسرح العربي والتواضع، إن هي بتبقى عايزة تشوف في عيون الجمهور قد إيه إن هم اعجابهم بالمسرحيه، اعجابهم بادائها، لما بتلاقي البسمه في وجوههم ده بالنسبه لها بيبقى فرحه كبيره جدا، يعني حسيت فعلا يعني مزج رهيب جدا من سيده يعني مخضرمه فعلا في شغل المسرح وما بين ان هي بتحب تشوف رد فعل الجمهور ايه، يعني لسه مستنيه رد فعل الجمهور. واتقانها كمان للادوار اكيد يعني. ده اكيد، ده اكيد، ففعلا بتلاقي خشبه المسرح بتهتز من وجودها عليها. واو. حضرتك قابلتيها واتكلمتي معاها وقبل ما تجهزي للكتاب؟ طبعا، طبعا. يعني احنا في الاكاديميه كان في وفد يعني راح الفيلا عندها وتعرفت عليها معرفه يعني بشكل اقرب طبعا من التلفزيون من الاعمال الخاصه بيها. هي سيده راقيه جدا 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 طبعاً. بترحب بينا، بترحب بكل الاجيال، بتحب جدا الفكر الشباب، بتحب تشوف رؤيتهم عامله ازاي. لما اتكلمت معاها في الكتاب رحبت جدا وطلبت مني ان قبل ما اطبع الكتاب لازم هي يعني تطلع عليه وتشوفه بالظبط كده، فكان ليا لقاء
بيها لقاء اخر. اللقاء ده كنت حاسه ان لقاء فريندلي شويه، يعني حسيت ان هي فعلا بتتعامل معايا بتواضع جدا، ببساطه جدا. فعلا بدات تبص على الكتاب، بدات تقرا اجزاء منه. الحمد لله ان هو لقى اعجابها، وكان تعليقها اكتر تعليق ان هي شعره ان الكلام المكتوب مكتوب بصدق، مش معنى ان المعلومات صحيحه، لا، مكتوب بمشاعر صادقه. فده كان اكتر حاجه هي عجبتها، وقالت لي يعني جو اهيد، انا مش هبص وراكي تاني في الكتاب. طب هي يا فندم ايه اهم المراجع اللي حضرتك اعتمدتي عليها وفي الكتابه بالذات عن الفنانه سميحه ايوب، ونقدر نقول يعني اهم المحاور اللي حضرتك ركزتي عليها في الكتابه؟ طيب بالنسبه للمراجع، اولا كانت بالنسبه لي الفنانه سميحه ايوب هو مرجع اساسي، تمام؟ طبعا اكيد. تاني حاجه المشاهدات الخاصه بيا لاعمالها. تالت حاجه بعض الكتب اللي اصدرت عنها. هي نفسها اصلا في كتاب هي اصدرته بنفسها، يعني حوالي 600 صفحه كلمت بالظبط عن حياتها، بس بشكل طبعا تفصيلي. الكتاب عندي مختلف، رؤيته مختلفه شويه. انا بتكلم عن بدايه المسرح مع سيده الفنانه سميحه ايوب، واكثر المدارس الفنيه اللي اثرت عليها، تمام كده، ونهجتها في حياتها الفنيه. بتكلم عن اشهر الاعمال التلفزيونيه، الاعمال المسرحيه، الاعمال السينمائيه، الاعمال الاذاعيه. بعد كده انا عملت دراسه استطلاعيه على مجموعه، يعني عينه نقول، من الجمهور المصري عن اقرب الاعمال الى قلب الجمهور لسيده المسرح العربي. فتعرفت على اكثر الاعمال اللي الجمهور المصري لما بقول له الفنانه سميحه ايوب بيتذكرها فيها، وليه الاعمال ديت بالذات. في تاني جزء تاني ان كنت بحلل الصوره، ازاي هي كانت بتبقى قاعده في لقاءاتها التلفزيونيه، وازاي هي كانت بتتعامل مع الكاميرا. في جزء اخر كان عن الفيلا سيده المسرح العربي وتعاملاتها ازاي وعلاقتها بالنيل، لان طبعا حضرتك عارفه ان الفيلا الخاصه بيها على النيل، فعلاقتها ايه بالنيل، وليه هي اوريدي ساكنه جنب النيل. فاكتشفت ان في علاقه قويه جدا، وهي فعلا اكدت لي ان العلاقه دي صحيحه من تحليلي. طيب خلينا نتكلم برضو عن ايه ابرز واهم المؤثرات اللي شكلت الشخصيه الفنانه سميحه ايوب من وجهه نظر حضرتك وتحليلك ليها؟ يعني بالظبط بنيجي نقول طبعا زكي طليمات، طبعا كان له تاثير كبير، والفنان الراحل محمود موسي. عندنا الكاتب سعد الدين وهبه، ده كان زوجها كمان. بالظبط بالظبط. كل دول اثروا في المدارس اللي نهجتها الفنانه سميحه ايوب، لحد ما هي نفسها بتتكلم ان هي بدات يبقى لها مدرسه خاصه بيها. مدرسه فنيه بتنهجها سواء في المسرح سواء في التلفزيون وخلافه. اهم ملامحها ايه بقى المدرسه الفنيه اللي بتنتهجها؟ الصدق، أيوب. الصدق، الموضوعيه، احترام الجمهور وحب الجمهور. وعدم طبعا الرضا باي اعمال فنيه لا تليق بالجمهور المصري. اوكي. طيب ده بالنسبه طب مين اكتر الداعمين كانوا للفنانه سميحه ايوب؟ الفنانه سميحه ايوب لها داعمين كتار جدا على فكره، سواء من الجمهور او من النقاد او من الكتاب. لكن خليني اتوقف على حاجه صغيره، ان واحنا في المهرجان كان في الفنانه مديحه حمدي والفنانه سميره عبد العزيز، كان ليهم كلمه جميله جدا عن الفنانه سميحه ايوب، وقد ايه هم شايفين ان هي اثرت في حياتهم الفنيه وتاثيرها حتى الان. فلما نشوف فنانات عظام بالشكل ده وبيتكلموا عن الفنانه سميحه ايوب، اكيد طبعا هي ليها تاثير على فنانين كتير جدا بقى من الشباب طبعا ومن الجيل الجديد. ايه اكتر الملامح اللي حبيت ان حضرتك تذكريها في الكتاب عنها؟ ملامح شخصيه نتعرف بيها عليها اكتر كانسانه اكتر منها كفنانه. اوان هي كانسانه زي ما انا قلت قبل كده هي متواضعه. انسانه بمعنى كبير جدا، بتراعي المشاعر الانسانيه بشكل كبير جدا. كانت بتتكلم قبل كده وبتقولي لو في المواقف الصعبه هي وقتها بتنسى كل حاجه وبتتحرك في الموقف الصعب ده، بس بعد كده من كتر ما هي بتشد اعصابها بعد ما الموقف بيعدي بتنهار بقى بعد كده هو. تمام، لان هي شدت اعصابها بشكل كبير جدا، حبت ان هي يعني تعدي الموقف ده، حبت تقوم بدورها بشكل قوي، لكن طبعا بيجي على اعصابها في الاخر، فبتبدا انها تاخد لها فتره تويست بعد كده. صاحبه موقف يعني، صاحبه موقف. الحاجه الثانيه بتدعم جدا الشباب الموهوبين دايما، لو هي صريحه جدا جدا جدا، ولدرجه هي بتقول ان انا صريحه جدا لدرجه ان ممكن الناس تتضايق من صراحتي. بس في الحقيقه بعد شويه لما يعني بتبدأ علاقتها بيهم تبقى اقوى، هم بيحبوا الصراحه دي طبعا، لان هي بتقول انا ليه انافق، انا صريحه معاك عشان انا بيهمني مصلحتك. فهي صريحه لدرجه كبيره جدا، فتاكدي لو قالت الكلمه ان هي فعلا صادقه في الكلمه ديت. صحيح. طبعا الفنانه سميحه ايوب ليها تاريخ فني كبير جدا ما يجمع ما بين المسرح والتلفزيون والسينما والاذاعه. هنتكلم اكتر عن ابداعها في المسرح واهم مسرحياتها اللي قدمتها من وجهه نظر حضرتك.
اهم مسرحياتها كانت فدوه، كان السلطان الحائر، كان الوزير العاشق، يا على الدويتو ما بينها وما بين الفنان حمدي غيث، الراحل حمدي غيث، كان دويتو اكتر من رائع يعني. كان في الساحره، كان في مسرحيات كتيره جدا، طبعا السبنسه، سكه السلامه في البدايه خالص طبعا. كل الاعمال ديت يعني تاريخ بيؤصل يعني. خلينا نتكلم كمان عن اهم افلامها السينمائيه اللي قدمتها. هي قدمت افلام سينمائيه كتيره، بس انا من وجهه نظري ان فيلم فجر الاسلام من اكتر الافلام طبعا اللي فعلا ترك علامه في السينما المصريه. وفيلم تيتا رهيبه عمل حاله مختلفه تماما بقى. عشان شفناها بشكل جديد تماما، كوميدي وفي نفس الوقت يعني جد. فقدرتي انك انت تحبي الشخصيه، انا من وجهه نظري انا حسيت ان هي اكتر شخصيه يعني تفاعل معاها الجمهور. صحيح. في نفس الوقت انا كنت فتره كبيره كنت مقيمه في المانيا، ففعلا السيدات في السن ده بنفس الستايل، بنفس الطريقه، بنفس الاسلوب فعلا. فهي قدمته بطريقه بارعه. عايزه اقول لحضرتك احنا في دراستنا لما عملناها على الجمهور كان كل ما اسال كان يقولوا لي تيتا رهيبه. تيتا رهيبه، بمجرد ما بتعرضي اي مشهد ليها بتاخد يعني اعجاب غير طبيعي. فازاي عملت كده الحاله دي؟ وفي نفس الوقت كانت في بلاتو، كانت منتظمه جدا، وكان الكل بيشهد ان هي كانت مخليه. كل الفنانين منضبطين في المواعيد بتاعتهم. طبعا اكيد سيده مسرح يعني سيده مسرح، فالكل اتعلموا يعني، الكل اتعلم بصراحه طبعًا. يعني اهم الاعمال الاذاعيه كمان يا فندم اللي هي قدمتها الفنانه سميحه ايوب، ليها يعني اعمال كتيره جدا، بس اذكر ان اول عمل اذاعي ليها كان مسلسل سماره، وهي كانت يعني معترضه في البدايه، قالت ان الشخصيه كانت مختلفه عنها نوعا ما، بس بعد الالحاح كتير جدا وافقت. والمسلسل عمل يعني ضجه كبيره جدا، فلقيت بتقول انا حتى ما كنت بسمع صوتي كنت بقول ده مش انا يعني. فالمسلسل ده كان له تاثير كبير جدا في حياتها الفنيه. ومسلسل رابعه العدويه اللي كان الصوت الغنائي مع الفنانه سميحه ايوب، كان المغنيه العظيمه كوكب الشرق ام كلثوم طبعا، فكانت حاله برضه مختلفه. لا وضوء شارد كمان يعني. انا بتكلم على الاذاعي، اما التلفزيون انا اسفه اما التلفزيون احنا عندنا بقى حاجات كتير، وانا اعتقد ان الضوء الشارد ده كان من اكتر المسلسلات اللي تركت بصمه في الجماهير، سواء الشباب او الكبار او طبعا. حتى الموسيقى بتاعته لما بتتسمع بتفتكري على طول الفنانه سميحه ايوب والفنان الراحل ممدوح عبد العليم على طول. قدرت ان هي تعمل مزج لطيف جدا ما بين الام الصعيديه الصارمه وما بين الام الحنونه اللي هي خايفه على ابنها. كان اكبر يعني اكتر تعليق حلو قوي كنت بسمعه رفيع بيه، ولحد دلوقتي التعليق دوت ملازم للفنانه سميحه ايوب، قد ايه كانت البساطه والقوه والصرامه، عملت حاله مختلفه فعلا يعني. في غير الضوء الشارد اوان الورد، وانا بحييها جدا على المسلسل ده. حلو قوي فعلا، جدا جدا، قدمت فيه حاله من السلام النفسي الديني، حاجه غير طبيعيه، انها ام مسيحيه ومتزوجه من اب مسلم وبنتها مسلمه، وكل واحد يعني بيمارس طقوسه الدينيه بشكل مستقل بدون ان هو يضايق الشخص الاخر. كانت حاله رهيبه جدا، ثقافه تقابل الاختلاف يعني مهمه جدا، وده كان يعني من بدري يعني، هي وقيتها كانت واسعه جدا وكانت سريعه عن احنا دلوقتي بننادي بالموضوع ده دلوقتي، تقابل الاخر، تقابل الاخر مختلف دينيا، الوحده الوطنيه، هي كانت قايمه بالدور دوت من فتره طويله واقنعتنا بيه. اعتقد برضو في مسلسل كان الفتره الاخيره برضو هي قدمته، كان مع اعتقد الفنان مصطفى شعبان تمام كده هوت، وكانت مقدمه المسلسل، كانت شخصيه طيبه معانا في بدايه المسلسل، وبعدين في الاخر بدانا اتفاجئنا انها شخصيه شريره وكده هوت، فبرضه نقلتنا في حاله تانية خالص يعني. اوكي، هنتكلم كمان من وجهه نظر حضرتك اهم امكانياتك كممثله، هل اداء صوت ولا الاثنين اكيد معا؟ طب خليني اقول معاكي بقى الثقافه والمعرفه في البدايه. ده مهم جدا. هي انسانه مثقفه من الدرجه الاولى تمام. تاني حاجه مهم جدا ده لاي فنان على فكره. بالظبط بالظبط. تاني حاجه الموهبه، لو ما عندهاش موهبه مش هتبقى سيده المسرح العربي على الاطلاق. صحيح. تالت حاجه الاداء،
الصوت. انا بقول لحضرتك لو قعدتي مع الفنانه سميحه ايوب صوتها زي ما كانت اول ما ظهرت، صوتها ما شاء الله يعني ربنا يديها الصحه، يعني قوي، فنان له تاثير على الجماهير وعلى اي حد يقعد معاها على فكره يعني. فهي اوريدي عندها كل المقومات اللي تخليها سيده المسرح العربي، والجميل هي محتفظه بهذا اللقب ودائما بتنتقي الاعمال اللي هي بتقدمها، مش اي عمل هي بتقدمه. طب خلينا نقول، هل تنوع اداء الفنانه سميحه ايوب ما بين ما قلنا المسرح، السينما، اذاعه، تلفزيون، واشتغلها على مدارس اداء مختلفه، ده كمان اثرها كفنانه؟ اكيد طبعا. هي كمان عايزه اقول لحضرتك هي عندها مكتبه كبيره جدا، مكتبه سواء كتب او سواء شرائط الفيديو، تمام كده، هو السكوب الصغيره الكبيره، عندها مكتبه فيلميه رهيبه، هي مثقفه بدرجه عاليه جدا، بتحب تشوف الاعمال الفنيه وتحب تنقدها، بتتعلم، بتتفرج على اعمالها وبتتعلم اذا كان مثلا في مشكله مثلا او في حاجه بتتعلم ان هي تتداركها في المره اللي بعدها. فهي مثقفه بدرجه كبيره جدا، ولو شفتي المكتبه اللي عندها هتقولي لا ده تراث، ده المفروض يتعمل متحف. فحد زي كده يبقى طبيعي اوريدي ان هو يبقى مثقف بشكل كبير، وطبيعي ان هو هيعمل اعمال فنيه كبيره جدا. دكتوره نسرين، يعني بعد مقابلتك طبعا الفنانه سميحه ايوب، الواحد دايما بيبقى راسم شخصيه في خياله عن الفنان اللي بيحبه او عن الفنان اللي هيكتب عنه. اتفاجئتي بحاجات ما كنتيش تعرفيها، او اتفاجئتي بحاجه دخلتك في اتجاه تاني خالص اثناء كتابه الكتاب؟ الحقيقي ان انا دايما كنت شايفه الفنانه سميحه ايوب فنانه صارمه وقويه الشخصيه وجد جدا، تمام. لما قابلتها هو ده متوافر، بس لقيتها لا، انسانه ورقيقه جدا بطريقه غير طبيعيه، وبتحب قوي تشوف الجيل الصغير بيفكر ازاي. فده خلاني ادخل في الجزء الانساني شويه، تمام. لو بتسمعي عن مواقف انسانيه ليها تقولي لا يعني الفنانه العظيمه ديت. فخلاني ابص، طيب هي ليه قاعده على النيل وليه حريصه جدا على، طب ليه قاعده على النيل بقى فعلا؟ ان في علاقه قويه جدا بينها وبين النيل. النيل حضرتك عارفه ان هو يعني شريان الحياه، تمام كده، وهي عندها كميه دفء وحنان غير طبيعي. النيل له سحره، والفنانه سميحه ايوب لها سحرها طبعا. فهي بتقول لي انا من وانا صغيره انا فعلا كل منزل انا بنتقل اليه بيكون على النيل، فلحد ما هي في السن ده هذا. فطبعا يعني علاقه قويه جدا ما بين السحر والنيل، ما بين الاصاله، ما بين العلاقه، ما بين الرقي، يعني باكج مع بعضه جميل جدا. صحيح. دكتوره نسرين عبد العزيز، مدرسه الاعلام والتلفزيون ومنسق عام مهرجان الشروق الاعلام، بشكرك جدا يا فندم على تواجدك معانا، وان شاء الله نتقابل مره ثانيه يكون في اصدار ثاني عن شخصيه اثرت الفن والانسانيه، فبشكرك جدا باذن الله. شكرا لحضرتك جدا. فاصل سريع ونقابلكم بس بعد الفاصل عشان نختم معاكم انا واسره.